أكد معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى أن الكثير من الملفات والقضايا الحياتية والمعيشية ستكون على رأس أولويات المجلس خلال دور الانعقاد المقبل الذي ستنطلق فعالياته في 16 من الشهر الجاري. واعتبر الصالح أن من أبرز هذه الملفات والقضايا التي تحتل أولوية قصوى بالنسبة لأعضاء المجلس الموقر هو موضوع الميزانية العامة للدولة للعامين 2017-2018، إضافة للمراسيم والمشاريع المحالة للمجلس والتي تتطلب الاهتمام اللازم من أجل مناقشتها بشكل واف، وذلك للمساهمة في حفظ موارد ومكتسبات الدولة من جهة والارتقاء بالخدمات المقدمة لمواطني هذا البلد الكريم من جهة أخرى.